حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انسا رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي طلحه ارى ان تجعلها في الاقربين قال ابو طلحه افعل يا رسول الله فقسمها ابو طلحه في اقاربه وبني عمه وقال ابن عباس لما نزلت وانذر عشيرتك الاقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش وقال ابو هريره لما نزلت وانذر عشيرتك الاقربين قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش